إعداد استراتيجية وطنية للتصدير وضرورة الولوج إلى البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري لحماية المنتوج المحلي من المنافسة الخارجية وتفادي استيراد المنتوجات الممنوعة هو ما دعا إليه وزير التجارة خلال مداخلة في ورشة العمل التي تم تنظيمها بقصر المعارض. بالنسبة للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري هي الآن قاعدة البيانات فيها كل المنتجين الوطنيين نشيطين في مجال الصناعة الفلاحة والحرف، حيث أن هذه البطاقية تسلط الضوء على تطور وترقية الإنتاج الوطني، كما تعتبر هذه البطاقية الوطنية ذات أهمية كبرى ستمكننا من تكوين بنك للمعلومات يكون بمثابة قاعدة أو لوحة قيادة طبل وضبول تسمح لنا باتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال تحليل البيانات الموجودة على غرار تلك المتعلقة، سواء بضبط الاستيراد أو تقويم فرص التصدير في كل قطاع. معرض الإنتاج الجزائري كان فرصة للعارضين للترويج لمنتوجاتهم والبحث عن أسواق جديدة لتصديرها إلى الخارج. كان عندنا ديفيرون موديل 350 موديل افيك كاليتي كيما نقولوا سوبيريور، حاجة مليحة، برودوي تري بيان فيني اي لوكال. اي كان عندنا توجور صعوبات باش نعرفوا البرودوي ديالنا المستهلك الجزائري، دونك اون بروفيتي من هاد لافور باش نجيو اون اكسبوز لي برودوي ديالنا لهنايا. اكتوالمون رانا نديرو ليكسبورتاسيون بور لا تونيزي، واترافيغ لو معرض هذا ان شاء الله رانا حابين يكونوا عندنا دوطخ كليون في دوطخ بيي افريكان ان شاء الله باش كملوا نديروا ليكسبورتاسيون ديالنا، اون فاي لارجيغ لو بورتفوي كليون بور ليكسبورتاسيون. سنه 2021 ست مرات لايطاليا، وان شاء الله بربي عندنا مشاريع باش نصدروا لافريقيا خاصه الاسواق الافريقيه. إنشاء ديناميكية جديدة للسوق الوطني من خلال دعم وتطوير المنتوج المحلي سيساهم في ترشيد الواردات وتعزيز الصادرات وفتح مناصب شغل ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وإنعاشه.